أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن. في هذا الفيديو، من هي الفنانة التي ظهرت مع زياء الراحل بسام لطفي والفنان الراحل أنطوانيت نجيب؟ الفنانة سحر فوزي أم ثرى دبسي؟ ومعلومات عنها. أهلا بكم. تداولت بعض الصفحات الترفيهية والفنية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة ثرى دبسي على أنها الفنانة سحر فوزي، منتقدين إجراء الفنانة سحر فوزي الكثير من عمليات التجميل. وظن البعض أن صورة الفنانة ثرى دبسي في عزاء الفنان الراحل بسام لطفي والفنانة الراحلة أنطوانيت نجيب هي صورة للفنانة سحر فوزي دون مكياج، وعلقوا عليها بالتصريح للفنانة سحر فوزي تعترف بأنها أجرت عملية تجميل ومتصالحة مع الأمر. وانتشار هذه الصور تسبب في تعرض الفنانة ثرى دبسي لساءات عدة، فاضطرت الفنانة سحر فوزي لكتابة منشور توضيحي على حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، أكدت من خلاله بتشرفها بتشبيهها للفنانة المبدعة مثل ثرى دبسي. وكتبت الفنانة سحر فوزي توضح حقيقة الصور المتداولة لها: يسعد أوقاتكم أصدقائي، للأسف كثير من المواقع نشرت صوري وصور الفنانة ثرى دبسي على أنها سحر فوزي. وأضافت: للي حابة أقوله بشرفني أني أتشبه بإنسانة كبيرة ومبدعة كالسيدة ثرى دبسي، ويؤسفني أن يصل البعض لهذه الحالة من التجريح والإساءة. وتابعت: وللتنويه وبكل أسف لم أشارك زملائي بأعزاء الراحل أنطوانيت نجيب والراحل بسام لطفي بسبب سفري خارج سوريا. وختمت منشورها بالقول: كفاكم تنمر، عيب كتير، عيب اللي عم يصير. وصرحت الفنانة سحر فوزي أثناء استضافتها في برنامج كتاب الشهرة بأنها أجرت عمليات تجميل، ساخرة من سؤال المذيع بالقول: أكيد يعني مو خلقة الله. وأضافت بأنها أجرت عمليتين تجميليتين وهي متصالحة جدا مع نفسها. وكشفت الفنانة سحر فوزي عن تعرضها لأزمة صحية عام 2019، وبدأت بتغيرات واضحة على نبر صوتها والتي تبين أن سببها يعود لوجود كتلة متشعبة على الأحبال الصوتية. وأضافت الفنانة سحر فوزي أن هذه الكتلة لو لم يتم استئصالها كان سينتهي الأمر بخسارة صوتها تماما، موضحا أن التدخين بشراهة والعصبية الزايدة من أسباب نمو هذه الكتلة. وأوضحت الفنانة سحر فوزي أنها تأخرت في استشارة الطبيب خوفا من أن تصدم بخبر سيء، فهي من عائلة ينتشر فيها مرض السرطان، فقد فقدت والدتها وشقيقتها وابن شقيقتها بسبب هذا المرض. وعبرت الفنانة سحر فوزي عن امتنانها لله، فقد كانت الكتلة على أحبالها الصوتية حميدة وتم استئصالها بسلام. وسحر فوزي هي ممثلة سورية ولدت في 19 من يونيو عام 62 بدمشق لعائلة دمشقية محافظة، ورغم ذلك استطاعت الفنانة سحر فوزي أن تحصل على دعم والدها في مشوارها الفني. وبدأت الفنانة سحر فوزي مشوارها وهي طالبة بالثانوية العامة ولم تدرس التمثيل أكاديميا، وانضمت إلى النقابة الفنية السورية في تاريخ 20 من إبريل عام 87. واشتهرت بشخصية بشير التي جسدتها في مسلسل باب الحارة، وكان مسلسل الدبور أشهر أعمالها، حيث قدمت فيه دور زوجة الأب الشريرة، وأشهر أعمالها بالسينما فيلم فتيات حائرات. وكانت متزوجة من رجل من خارج الوسط الفني وأنجبت ابنتها رامع الراشد،
والتي احترفت التمثيل، وابنها سومر الراشد الذي درس الإخراج ويعيش خارج سوريا. وتعرضت للتنمر بسبب التغيير الذي طرأ على صوتها لإصابتها بورم في أحبالها الصوتية، والذي تبين أنه حميد وتم إزالته، وفي حالة كانت قد تأخرت في إجراء العملية لكن فقدت صوتها للأبد. ومن أبرز أعمالها الفنية مسرحية شقائق النعمان، مسرحية كاسك يا وطن، مسرحية ضيعة الحب، مسرحية زوجتي خارج المنزل، مسلسل عذراء الرمال، مسلسل الدبور. وشاركت الفنانة سحر فوزي في مسلسل الثريا، ومسلسل حرب السنوات الأربع، ومسلسل يوميات مدير عام، ومسلسل باب الحارة، ومسلسل ليالي الصالحية، ومسلسل بيت جدي، ومسلسل حمام شامي. وظهرت في مسلسل بنات العيلة، ومسلسل وردة شامية، ومسلسل زمن البرغوت، ومسلسل طاحون الشر، وفي الدوبلاج الأوراق المتساقطة، عشت وجزاء، وسنوات الصفصاف، قالب زهرة القصر. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.